جهود الدولة في القضاء على قوائم الانتظار. 17 مليار جنيه تكلفة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار حتى الآن. أجرت وزارة الصحة 1,509,000 عملية جراحية، متابعة أكثر من 117,137 حالة خلال 12 شهراً للتأكد من جودة خدمات المبادرة. منع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها مبادرة قوائم الانتظار. استقبال 221,548 طلب خدمة جديدة ضمن مبادرة قوائم الانتظار. مبادرة قوائم الانتظار تشمل جراحات القلب والعظام والرمد والأورام والقساطر المخية. المبادرة تشمل أيضاً جراحات قسطرة القلب والمخ والأعصاب وزراعة الكلى وزراعة الكبد وزراعة القوقعة. توزيع المرضى مركزياً على المستشفيات التابعة للمبادرة. معدل انتظار الحالات المتعلقة بعمليات القلب المفتوح لا تتعدى 3 أسابيع. خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار مجانية بالكامل. المبادرة قائمة على تخفيف معاناة غير القادرين وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة.